قال لا كنت أصلي مع واحد صلاة الجمعة وأخيرا قال اتيقنت إنه صلاح الخنجر في الرياض. قال يا زهل أنت بتصلي من زمان ما جاب خبر؟ كويس. قال والجمعة الماضية ذكر قال أن ليس في السماء الله ليس في السماء وذكر بعض الآيات منها إذا السماء انفطرت و إلى آخره. طيب أول حاجة الله يعوضك في صلاتك الفاتت. أنت ما دام بتصلي مع الراجل ده الراجل ده عنده كفاوة ثقيلة جدا بلاوي ثقيلة منها الفتوى بتاعته اللي ضيقت عليه البلد فتوى افتاء براو. احنا ما قلنا لافت كده ضربوا الهوى في الميدان بتاع المولد وجنبه شيخ حامد ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب بيستشير في حامد جنبه لما الهوى ضربوا قال لهم نحن الشيوخ نبيع المطر بيبيع المطر بس يتورط ورطة شديدة مش عشان الكلمة دي خطيرة بالنسبة له هو. لا الصوفية عنده مكعب من الكلمة دي لكن الكلمة دي فضحته لأنه عقيدته ما كان مرق بصراحة لما اتفضح الدنيا ضاقت عليه كلها محل ما يمش انت عارف الفيزة انا مرات بخش كده بعاين قدر ما تجي مطرة اي واحد من الناس الشعب السوداني مو نحن برانا الناس ساي الواحد بيصور لك الموية في المجرى جنبه ويرفعها يا الخنجر يقول للبياض وينه الموية دي جابها الله انت عارف ضيقوا عليه والواطة دي كلها محل ما يمشي الجماعة بيسألوا بيقول له صحيح المطرة بتجيب الشيخ وبتدفع البياض الدنيا دي كلها ضاقت عليه فهمت بسبب الفتوى الافتاء دي وعنده فتاوى باطلة كثيرة جدا لأنه عقيدته أصلا عقيدة باطلة عقيدة صوفية باطلة عشان كده أول حاجة أنت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أنغزك ومرك تعرفت الحاصل إنه ده الخنجر تاني ما تمشي تصلي معه دي نمرة واحد نمرة اثنين كونه يقول الله ليس في السماء هذا تكذيب للقرآن ربنا سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر الآية دي تفسير شنو أسأل أي صوفي قول له فسر الآية دي من في السماء ده منو يقول لك ديل الملائكة كويس انت مفسر تقول انت من المفسرين انت مخرف تمام من المفسرين نرجع لتفسير السلف للآية دي ذاتها ابن جرير الطبري قال آمنتم من في السماء هو الله ده التفسير الطبري ده بالذات أنا قلت ليه لأنه الطبري ده متوفى سنة 310 يعني الطبري عاش جوا القرون الثلاثة المفضلة ده من السلف ما تقدر تتكلم تقول أي وقال الصابوني وقال منو من المفسرين بتاعينهم ديل ديل دراويش ساي ده من السلف نمرة واحد تفسير الآية دي نفسر القرآن بالقرآن بالقرآن ربنا سبحانه وتعالى قال أأمن في السماء أن يخسف خد بالك للكلمة دي أن يخسف بكم الأرض مش الآية دي ما قال الله بس قال من ومن دي اسم موصول يرجع لمن نرجع للآية هناك في سورة النحل ربنا سبحانه وتعالى قال أفأمنا وهناك أأمنتم لاحظ نفس الآية أأمنتم من في السماء هناك آية الملك هنا أفأمنا الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض إذن اللي بيخسف الأرض منه الله دي في آية سورة النحل لما نرجع لآية الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض يبقى اللي بيخسف الأرض منه هو الله ويبقى من اسم الموصول هنا يرجع لمن لله سبحانه وتعالى ده تفسير للقرآن بالقرآن ما تقول لي وقال فلان وقال شيخنا فلاني فهمت كلامي انتهى الموضوع من في السماء هو الله سبحانه وتعالى وده قول السلف جميعا قول السلف جميعا وعليه الأدلة من القرآن ومن السنة وتاني الخنجر ما صلي معاه نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة.